A small object moves along the x axis with acceleration مدهاني ال a x بتساوي minus 0.032 في 15 second minus 7. At t equals 0 the object is at مديني ال x بتاعته ومديني ال v نوت. بيقولي what is the x coordinate of the object when t equals 10؟ يعني عايزنا اكمل مرتين عشان اجيب البوزيشن. طيب ال v تكامل ال a x. طيب يبقى هيساوي ايه؟ minus 0.032. تعالوا نكمل ده، طبعا ده ثابت، ف 15 t minus t squared على 2 زائد constant. بيقول لي طبعا ده ال v at t بتساوي 0 ال v بتساوي 8 متر بير سكند. يبقى صفر، لا هنا 8 وده صفر، طبعا ده صفر وده صفر، فده كله صفر، يبقى السي بيساوي 8. اذا ال v بتساوي minus 0.032 ده constant، 15 تي تي تربيع على 2 وزائد 8 اللي قال لي عليه. طيب تعالوا بقى نجيب البوزيشن اللي هو الاكس تكامل ال v، يعني minus 0.032 ده constant، 15 تبقى تي سكوير على 2 يعني 7.5 تي تربيع ناقص تي تكعيب على 3 في 2 ب6 زائد 8 تي زائد كونستانت، نسميه مثلا كونستانت داش. طيب مديني البوزيشن عند الصفر اللي هو بماينس 14، يبقى ماينس 14 هنا صفر، صفر وصفر ده كله هيروح، وهنا صفر فده راح، يبقى السي داش بالرقم اللي قال لي عليه. اذا الاكس هتساوي ماينس 0.032 7.5 تي تربيع تي تكعيب على 6 8 تي ناقص 14، بحيث لو حطيت صفر ده كله يروح يتبقى ماينس 14. هو عايز ايه بقى؟ عايز what is the x coordinate of the object when t equals 10. اذا x عند ال 10 بتساوي، يلا نعوض بتبقى 10 هنا، هيبقى ماينس 0.032 في 7.5 في 10 تربيع يعني 100 ماينس 1000 تقسيم 6 زائد 80 ماينس 14. فطلع ان الاكس 47.3 متر. يبقى لو اداني الاكسلريشن اكامل اجيب السرعه، اكامل اجيب البوزيشن، طبعا اعوض بالكونستانس اللي هو مدهاني، واعوض تعويض مباشر بالعشرة اداني البوزيشن عند الاكس بتساوي 10.